الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية بحب أشكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن مشاد رئيس المؤتمر وشركة كوارتس الشركة المنظمة للمؤتمر. بشكر طبعا كل الحاضرين في القاعة على إتاحة الفرصة أن أتكلم عن Socio Behavioral Impacts of COVID-19 Pandemic on Children and Their Families. طبعا مش هنطول على حضراتكم يعني عشان الوقت. هنتكلم الأول على الستريسرز اللي بيتعرض عليها ليها الأطفال وأهلهم نتيجة الكوفيد 19 أو الكورونا، ونشوف الإمباكس اللي حصلت نتيجة الريستريكشنز واللوك داونز. طبعاً إحنا زي نموذج المحاضرة اللي فاتت شفنا قد إيه الكوفيد 19 عبء نفسي على الناس وعبء علمي، وشفنا الآراء المختلفة فيها، وشفنا حالات الوفيات الكثيرة والأمراض المرتبطة بها. وتقريباً زي ما قال الدكتور طارق والدكتور قبل كده الدكتور خالد، في لونج كوفيد 19 وبوست كوفيد هتطول معانا شويه على الاقل على مستوى السيكوال يعني. لكن اكتر مشكله حصلت ايام ما ظهرت الكورونا 2020 كانت اللوك داون او الشات داون او ريستريكشنز، واثرت جدا علينا، اثر علينا حتى احنا كادلت يعني حتى هذه اللحظه يعني. وهنشوف الباك جراوند الديموغرافيك باك جراوند اللي حصلت وازاي نقدر نحمي اطفالنا من الفيوتشرنج، لان البانديميك مستمره وممكن في اي وقت يظهر بانديميك تاني. اذا اختفت دي حتى ممكن تظهر بانديميك تانية، ربنا يستر يعني. طبعا العالم بعد كوفيد 19 ليس كما كان قبلها، وحتى لسه بنسمع دلوقتي الناس بتقول لا ده قرار سياسي ينهي الكوفيد 19، ايه اللي منحهم انهم ياخدوه مش عارف. وناس تانية تقول لا دي كونسبيرسي ثيري، ده مخلق، مع انه احنا شايفينه امراض كتيره جدا، ولو عندهم قرار سياسي يا ريت يرحمونا لان احنا الناس كلها تعبت فعلا. زي اي بانديميك اللوك داون والسوشيال ديستانسنج شفنا عصرنا احنا ايام السارس وايام السواين فلو، وحتى يمكن التاريخ بيجيب سيره البليج الطاعون الاسود والاسبانيش فلو. كان ما فيش حاجه قضت على الامراض ديت غير اللوك داون والديستانسنج الهيجينيك ميجر طبعا، وفي العصر الحديث الفاكسينيشن. احنا في مصر هنا اول ما ظهرت الكورونا او الكوفيد 19 كانت في ناس بتنكر انه موجود اصلا في مصر، وكان اللي وكان ساعات بيقبضوا على الدكتور اللي قال ان في حاله ديت عندها كورونا. وصلنا في الاول خالص لو فاكرين القصه ديت يعني، وشفنا يمكن قريه باكملها لما لقوا حالتين ثلاثه عملوا لها حصار بالامن المركزي عشان عملوا ريستريكشن لقريه في مصر، وبعد كده الموضوع فتح يعني. لكن احنا عاصرنا المرحله ديت الاحداث اللي اتلغت والتجمعات اللي اتقفلت والحج والعمره اللي اتمنعوا والمساجد ورمضان وموائد الرحمن اتمنعت، وتقريبا كل حاجه اتفتحت ما عدا رمضان وموائد الرحمن، البيتشز وبعض المصانع اتقفلت وهكذا. وطبعا اكتر برانش او اكتر حاجه اقتصاديا اتاثرت كانت السياحه في مصر. شايفين العامل المسكين ده اللي بيدور على شغل، وبالذات المانيوال وركس اللي هم بيشتغلوا باليوميه دول يوم بيومه، فجاه فقد كل اعماله. وفي ناس كتير حتى موظفين في السياحه بالذات تم تسريحهم يعني. وطبعا شفنا المراحل اللي هي وصلت فيها للكومبليت او راديكال لوك داون. ايه راديكال لوك داون ده؟ في دول قفلت المطارات والسياحه وحتى البواخر وفصلت بين المدن. وفي شفنا في الصين لما كانوا بيلحموا البوابات على الناس عشان ما تنزلش، وبيبعتوا لهم الاكل والادويه في السلال، والموضوع وصل الى مراحل ان في مثلا الناس اللي عايشين في مراكز المسنين مش لاقيين حد يعالجهم. فشفنا في فرنسا دور المسنين كان بيموتوا فيها المسنين من غير ما يلاقوا حد ايه يساعدهم يعني. السوشيال ديستانسنج عمل طبعا سيبريشن للاطفال من اصدقائهم وحبايبهم وافراد العائله. الاطفال المصريين بيمثلوا حوالي 52% من Egyptian population، احنا دلوقتي حوالي 110 مليون، ف 55 مليون منهم اطفال. حتى ال 55 مليون التانيين ادلتس بيتاثروا او اتاثروا بالبانديميك. دي مشكلتنا في التعامل مع المشاكل الاقتصاديه والسياسيه وحتى والطبيه. اول حاجه الريجكشن والدينايل، الانكار اللي لسه حتى موجود حتى هذه اللحظه ان في حاجه اسمها كورونا وان ده كان اشعاع وان ده مؤامره. وبعد كده نتقبل الامر يا اما بالاسف والحزن او البانيك، وبعدين ممكن يحصل التقبل المرير للامر الواقع، وساعات بيكون متاخر جدا
بيأثر جدا، وبالذات لما في مثلث الفقر والجهل والمرض لما بيجتمعوا مع التقبل ده، المشكله عندنا اتطورت جدا. الغريب ان الكوفيد 19 رغم كل مشاكله لكن له بعض البوزيتيف اوتكم. بوزيتيف اوتكم ازاي؟ هنشوف. بقى في مور فاميلي ساتسفاكشن، الاطفال فجاه لقوا الاب والام بيقعدوا معاهم بالساعات، بقى في فاميلي كوهيجن، وبقى في ترابط عائلي، وبالذات العائلات اللي كانت الاب والام بيشتغلوا اكتر من مهنه او وما فيش عندهم فرصه، بدا يبقى في اهتمام من الدوله بالجيش الابيض، الاطباء والهيلث سيستم، وشفنا والميديكال انشورنس، شفنا وحدات العنايه المركزه اللي اتعملت جديده واللي اتجهزت. السوشيال ميديا ابروبريت يوز، كان لحد الكورونا كنا 80% من الاباء والامهات ما لهمش معلومات او خبره خالص في الانترنت، وسايبين الاطفال شغالين فيها براحتهم، ولا حتى بيتابعوهم، ولا عارفين هم بيشوفوا ايه ولا بيعملوا ايه. وبعدين بداوا الاهالي تهتم لغرض ان هم في الفيرتشوال ليرنينج والفيرتشوال اكزامينيشن، وفي اطفال اتخرجت عندنا في كليه الطب في طنطا دفعتين باكملهم يمكن ثلاثه اتخرجوا اونلاين. يعني البوزيتيف اوت كم ما بتجيش كده من فراغ، لازم يكون في اناف ريسورسز، ودي اللي يمكن هنكررها اكتر من مره في التوك. اهم حاجه الاناف ريسورسز، فاينانشال ريسورسز، فاينانشال سبورت، وطبعا مع الغلاء اللي احنا عايشينه هتبقى الماساه اكتر واكتر، وربنا يستر وتنتهي بقى الكورونا، لان الناحيه الاقتصاديه هتزود المشكله. اذا كانت في جود بيرنت تشايلد ريليشن شيب، اذا كانت في جود ديموغرافيك باك جراوند اوف ذا فاميلي، العيله اللي في الاب والام متعلمين، جود هاوسنج كونديشن، الناس اللي عايشه في الاسلام اكيد ما تتوقعش اي نتائج ايجابيه، والابروبريت ميديكال انشورنس. طبعا الميديكال انشورنس في مصر اتحسن كتير، ونامل في مزيد من التحسن، ويكفي ان الفاكسينات في مصر فري يعني، وبعض الادويه او معظم الادويه كانت بتسلم للناس فري. الستريسرز اللي مرتبطه بالكوفيد 19، اللوك داون طبعا والشات داون، ده رقم واحد ورقم 2 و10 يعني، السوشيال ديستانسينج والسيبريشن والترافل ريستريكشن، الفوبيا والفيرز اوف ديس اند سيكنس. مفيش حد فينا تعرض لتجربه ان هو تشخص كورونا وما بداش يقلق او يبتدي يفكر يكتب وصيته يعني، او يقلق ان هو طب بكره هيحصل ايه؟ يعني انا نايم النهارده عندي كورونا، متشخص كورونا، طب ايه؟ وتاني يوم ايه الوضع بالظبط؟ تحدي ضخم جدا وخطير جدا يعني. الايكونوميك تشالنج موجود وما زال موجود يعني، احنا معظمنا يعني يمكن الحمد لله ويل تو دو او عندنا احتياطي مالي، لكن في ناس كثيره جدا كانت سوري يعني الكلمه وصلوا لمرحله اللي هم الاستجداء يعني. بدانا نشوف الفايولنس على مستوى المجتمع نفسه، الكوراليتي العدائيه والانتي سوشيال بيهيفير، وهنشوف وبرسنتس اوردرز بدا تظهر الحاجات الكامنه اللي هنتكلم محاضره ان شاء الله بكره عن البرسنتس اوردر، ان هي جينيتك بس في انفيرومنتال اليمنت بيزودها. هنا بقى ظهرت وبدات يحصل لها الحاجات اللي هي كانت جاست تريت اوف برسنتس ديستربنس، بدات تبقى ديس اوردرز، بدات تبقى ديزيز. اللي كان شيزوفرينيا تايب بقى شيزوفرينيا، اللي كان عنده افويدنت تايب بقى جاله ديبريشن. فحصل اكسجريشن نتيجه الاسترس بتاع الايه؟ الكوفيد 19. الهيلث سيستم اوفرلود، يمكن حضرنا مع استاذنا الدكتور عبد الرحمن لما كان ماسك الاسم رئيس القسم، كان بدانا بقى نتكلم عن الترياد ونشوف الاي سي يو، عايزين نكبرها ونوسعها، والدكتور خالد طبعا حملنا عليه، ونفتح اماكن جديده وعايزين اجهزه جديده، والمستشفيات العزل اللي اتعملت عندنا، مستشفى كانت فتحت بيننا وبينها 2 متر باين من الشباك جنب اسم الاطفال، وريسيرش سنتر واللاب، وكل الاماكن ديت بقت لودد جدا بسبب الكورونا. الادوكيشنال ايشوز والفاكسين ديبيت او الفاكسينوفوبيا لو سميناها، شايفين بقى كل واحد بيطلع اشاعات عن الفاكسين، وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا. اللو اند اوردر استابليشمنت، الدوله بقت مطالب بانها تفرض حظر التجوال من كان الساعه 7 تقريبا، وكانت يكفي بقى ان هم ايه يوقفوا الناس في الشوارع ويحاكموهم ويحاسبوهم ويعمل غرامه في مكانه. نظريه المؤامره، وازاي في بعض الدول وصلت فيها المظاهرات زي ما انتم لو متابعين، كانت في بعض الدول حتى هذه اللحظه مظاهرات احتجاجا على يا اما رفض التطعيمات يا اما احتجاجا على الريستريكشنز يعني. في على مستوى المجتمع المصري والعالم كله كانت في انسرتينتي، حاله من عدم اليقين على المستقبل. شفنا المشاريع اللي اتاجلت زي الجيم اللي هو الجراند ايجيبشن ميوزيوم والعاصمه الاداريه، كل الحاجات دي اتاثرت جدا بالسياحه ونقصها، واتاجلت مشروعات ضخمه جدا بسبب كده. في طبعا نيورو سايكاتريك ديستربنس، سليب ديستربنس، كرونيك فاتيك سندروم، البرين فوج، الحاله
الضبابية. في ناس كتيرة جدا حتى ما جالهاش حتى كورونا تحس ان هم نفسيا متأثرين جدا وعقليا كمان. الاهالي بيقلقوا على اولادهم من ناحية ايه؟ الهيلث اوف ذير تشيلدرن. اي طفل اللي كان بيكح قبل كده كانوا بيروحوا هم يعالجوه بنفسهم، خلاص مشكلة بسيطة. وصلنا مرحلة ان اي كحة يساوي كوفيد 19، اي طفل عنده سخونية او برد الام تقلق على صحته وتفزع جدا. السكول اند سبورت بيرفورمانس، الاطفال اللي كانوا حتى من الاوائل بعد ما الحالة اتحسنت ورجعوا مدارسهم تاني ما رجعوش لمستواه، خلاص هو اتعود على طريقة معينة او ليفل معين في المذاكرة. الفير والفوبيا، الاطفال نفسهم بقى عندهم فيرز وفوبيا وانكزايتي. مفيش فولو اب للحالات اللي كانت محتاجه الاتنشن ديفيسيت والاوتيزم سبيكترم ديس اوردر والمالجنسي والجلسات حتى التخاطب وجلسات تعديل السلوك كل ده اتمنع. وظهر عندنا مشكله ثانيه او ظهرت اكتر اللي هي بوست تروماتيك ستريس سندروم، والستريس ليفل زاد عند الاباء نفسه. طبعا التريات اللي بيأثر الامباكس بيأثر على السكول وعلى الفاميلي وعلى الميديا. الاطفال الصغيرين قوي يمكن عشان ما عندهمش مقدره على الفهم مش فاهمين المشكله ايه، ايه الحاله اللي فيها الناس ديت، ليه الفزع ده وليه التعليمات الصعبه باغسل ايديك في اليوم 20 30 مره والبس الماسك ما تقلعوش ابدا سواء حتى لو في الشارع. كل الاطفال ما عندهمش وصول للمدرسه والمدرسه بتمثل لهم مقابله مع اصدقائهم والايموشنال والتيتشنج اوبليجيشنز. البيرنتس بدات تزيد مسؤولياتهم، في اهالي مسؤول عن ان هي كانت الام بتبعت لابنها 6 ساعات كده في المدرسه تريح نفسها شويه وتفوق لنفسها والولد بيتعلم كويس، هي بقى مطلوب هي نفسها اللي بتؤدي هذا الدور في المنزل، بقى لود على الاهالي نفسه. الاطفال الاكبر شويه بالذات البري سكول بقى عندهم خوف من ان هو يجي له انفكشن او يحصل له ديس، واصدقائه المصابين اخبار وصلوا لفين وبيسمع اخبار عنهم سيئه كل حين وحين. بدا يبان فيه الانتي سوشيال بيهيفير نتيجه الان ريستريكتيف ميجرز، الولد ده بيفاجئ انه في المدرسه بيعاقب عقاب شديد جدا علشان قلع الماسك بس عشان قرب من زميله قرب من التيتشر بتاعه، ويفاجئ المدرس بتاعه او المس بتاعته ان الولد بيرد عليهم بطريقه انتي سوشيال او اجريسيف رد فعل يعني. انكزايتي اند لاك اوف كنترول اباوت زير اون هيلث اون سكولاستيك اند سبورت بيرفورمانس. طبعا حصل بقى حالات من الدبريشن واللاك اوف سوشيال ريسبروستي، المبادره الاجتماعيه بقى في انسوشياليتي، حتى لما الناس فكت شويه وقال لك لا خلاص ما فيش جعل السوشيال ديستانسنج الناس ما عادتش عايزه ترجع زي الاول يعني. الاطفال مش الاطفال بقى الشباب او الختيار يعني زي ما بيسموهم الياسس او بري ادلسنس، هنا بيفهموا اكتر ازاي ليه ما يقدروش يشوفوا اصدقائهم، الموضوع هيعدي ان شاء الله كلنا هنعدي منه، فبيستحملوا شويه، بيبقى عندهمش مشاكل في الكوندكت يعني ما فيش اجريشن فيش سيطرين على تصرفاتهم، لكن عندهم ايموشنال ديستربنس رهيبه جدا ديبريشن وبالذات في البنات وفي الصبيان طبعا. وعندهم الميزه بس ان عندهم قدره اكتر على استخدام وسائل تجنب العدوى بيرسونال بروتكتيف اكويبمنتس. ايه اللي بيحدد الفاميلي افكشن؟ ثلاث حاجات، الديموغرافيك داتا، الهاوسنج كونديشن، والميديا زي ما اتفقنا. الفاميلي كوهيجن والاستابيليتي دي العوامل اللي بتفرق اذا كان في ترابط عائلي، العائلات الديفورسد او السيبريتد او السنجل ماذرز، اذا كان الاب والام الاثنين بيشتغلوا لو واحد منهم شغله حصل فيه مشاكل يقدر الثاني يسد مكانه، لو سنجل بيرنت منهم هو اللي شغال وشغله اتاثر العائله هتتاثر جدا وتبقى الموضوع ماساوي يعني لحد ان هم مشتاقين فلوس مثلا الادويه او فلوس الاكل. الاطفال الطفل اللي عنده اخوات يقدر يلعب معاهم ويقدر يمارس معاهم حياته الاجتماعيه غير السنجل تشايلد. البارنتال اديوكيشن بيفرق والمورالز والكالتشرال ليفل، اذا كان في موجود في مساحه للاطفال ان هم يلعبوا زي بلكونه او روف او كده. انكريز اكسترايزنج سيمتومز موجوده اكتر في الاطفال اللي عايشين في السلامز، اكسترايزنج مقصود بيها الانكزايتي والفوبيا والفيرز اند سو اون. حصل عندنا مشكله كمان ممكن نسميها سكند ويف او سوشيال ميديا بانديميك. احنا قلنا قبل كده ان السوشيال ميديا كانت اوت اوف كنترول بدانا نهتم بيها، لكن حصل مس يوز، بدا الاطفال يستخدموها اكتر واكتر، بيخش صح بيفتح الصفحه بتاعه المدرسه او الواتساب جروب بس مخه بيروح لاماكن ثانيه وبيتعامل معاها بالساعات بدل ما كانت ساعه او اثنين في اليوم، فبدات السوشيال ميديا تزيد استخدامها وبدا المطلوب مننا نحسن استخدامها. ده جدول شهير جدا بتاع الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك ريكومنديشنز اباوت كوفيد 19 اباوت سوشيال ميديا يوسج، ده كان بري كوفيد 19 طبعا نو مور يوزد لان هو
الموضوع اختلف خالص. كان بيقول ببساطة كده من زيرو للسنتين no anything is allowed, يعني nothing allowed, لا تي في ولا سمارت فون ولا فيديو جيمز ولا غيره. سنتين لخمسة مسموح بس يمكن ساعة تي في ولا حاجة يتفرج على عالم سمسم مثلا أو الحاجات اللي هي simplified for children. من خمسة لاتناشر سنة allowed 2 hours, يزود شوية. المشكلة في التارجت ده اللي هو من 12 إلى 18 سنة بري أدلسنس أند أدلسنس, ده التارجت بتاع السوشيال ميديا. كان مسموح لهم آه بس ما يزيدش عن ساعتين في اليوم. إحنا دلوقتي أملنا في الحياة إن هو يبقى ساعتين من كل آيتم, يعني يبقوا 6 ساعات كويس قوي, بس يا ريت يعني. لا طبعا ممكن يتخطوهم كمان ويكون أندر كنترول, يعني عارفينه بيتفرج على برنامج إيه في التلفزيون, السمارت فون بيستخدمه إزاي, ويبقى فيه هنشوف بعد كده بعض العلامات. ليه خايفين من السوشيال ميديا قوي كده؟ هي تحتاج لوحدها محاضره يعني, وفي قدمنا محاضرات عنها. بيزيد طبعا السايبر بولينج, شفنا الحالات كتير قوي, البنت اللي اتحرشوا بيها واللي طردوها واللي صوروها وانتحرت في الاخر. في حالات سوسايد كتير جدا نتيجه السوشيال ميديا ميس يوز. مور ايزوليشن اند ديبريشن, زي ما انتم شايفين ده سايبر بولينج. الطفل بيصحى من النوم يفتح يلاقي ناس بعتاله رسائل تهديد وكراهيه. انفيديليتي اند اجريشن, انفيديليتي اللي هو الإلحاد يعني, والأجريشن. توكسيك انستجرام, شركة فيسبوك نفسها أو شركة اسمها إيه دلوقتي ميتا معترف إن في حاجة اسمها توكسيك انستجرام إفكت, وأعتقد إنها قريب خالص هتنضاف للستاتستيكال مانيوال أوف مينتال ديس أوردر رقم 5. توكسيك انستجرام إفكت, الأطفال اللي بيصابوا بإحباط وبيصابوا بدبريشن وأندر استيميتنج أول أراوند, الإنترنت أدكشن أند جامبلينج, فيولنس أند سوشيال بيهيفير. طبعاً المظهر الشهير ده كلنا بنعمله تقريبا واحنا قاعدين ماسكين الموبايلات والرقبه المتنيه ديت, بقى في مور جانك اند فاست فودز مور اوبيستي. تخيلوا ان اثناء البانديميك بالذات في الاول خالص كانت كل الحاجات مقفوله ما عدا محلات الدليفري, فالعيال قاعدين بقى صوت النهار على النت وعلى التلفزيون والدليفري. ففوجئنا بانديميك اوف اوبيستي, مين فينا ما شافش اطفاله في العياده كلهم اللي كانوا بيشوفهم قبل كده من سنتين داخلين ببقى لازين كده وتخان واحنا نفسنا. ايه العلامات الانهيلسي نتورك, يعني الام تعرفها ازاي؟ يبقى في مشاكل في التركيز, ايزي ديستراكشن, لوس اوف ابيليتي تو كونسنتريت, لاك اوف انترست اند كونسرن, ملوش اهتمامات بالعلاقات الداخليه, وان ريليشن شيب, بيفضل السوشيال ميديا على العيله نفس افراد العائله نفسها او حتى اصدقائه, ان كونسرند اباوت اوبليجيشنز, عنده امتحان بكره ناسي مش واخد باله, وحتى ما بيفتح الواتس المفروض احنا بنديله فرصه يفتح النت عشان يتابع التدريس ما خدش باله ان في امتحان, ما عندوش احساس بالمسؤوليه. ممكن يصل الى المرحله دي اللي هي الادكشن الكامل والاعراض الانسحابيه والذروال سيمتوم, في عنده اجيتيشن فيجيتنج اجريشن. حتى لو انت منعته عن النت مثلا 6 ساعات او النت عطل او يوم يصاب بحاله تشبه الجنون يعني او الوزروبل. طبعا الاباء هنا لازم يتدخلوا بقى, هنسميها ميديشن, هنسميها انترفيرنس, هنسميها سكيلز ايا كان, لكن خطوتين لازم هيتعملوا. اكتف ميديشن هو يخش معاه بقى على النت ويعمل له برضه صفحه ويخش يعمل له لايكات وتعليقات ويشوف الصفحات اللي بيتابعوها مع بعض هما الاثنين ويديهم فرصه انه يعمل انشطه اكتر للحاجات اللي خارج نطاق البيت وخارج نطاق الانترنت, طبعا مع اخذ كل الاحتياطات الصحيه. في تدخل المنعي, ساعات بقى بيبقى لازم يبقى اجريسيف شويه, يعمل قواعد ايه اللي يتشاف وايه اللي ما يتشافش على النت, ويعمل يركب مونيتورز بقى وفلترز على الاجهزه بحيث يمنع دخوله على الصفحات اللي فيها خطوره على الطفل وما اكثرها يعني. طبعا عندنا مشكله بقت موجوده عند الاطفال واهاليهم اللي هو بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر او سندروم, والسايكيك بيرن اوت اللي هو الاحتراق النفسي, مجموعه اوفر ستريسز. الفرق بينهم بس التايمينج. السايكيك بيرن اوت حاجه بتحصل على المدى الطويل, يعني قعدنا سنتين او 3 سنين في ستريس في ستريس, بيسموه سايكيك ورك اوت, زي الناس اللي بتشتغل اعمال مثلا مش راضي عنها او 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 بيتعرض لاضطهاد في شغله او غيره. لكن البوست تروماتيك ستريس سندروم حاجه تروماتيك, فجاه الطفل خاله جده توفوا نتيجه الكورونا, وفي ناس شفناها تشخص النهارده بعد 3 ايام ضايع, ويكون very beloved بالنسبه للطفل, فبيصيبه بما يشبه البوست تروماتيك ستريس سندروم. خلصنا, نجمع بقى الكلام ده كده ونشوف السايكولوجيكال والبينج اند بروبلمز اوف تشيلدرن اند فاميلي ديورنج ستريكت كوفيد 19 بانديميك ار سو فار كورليتد. البيرنتس اوف تشيلدرن عندهم هاي ليفل من الستريس ليدنج تو ريبورتد انترلايزنج اند اكسلايزنج بروبلم. سيفرال ديموغرافيك فاريبلز قلناها, زي ما قلنا الفاميلي كوهيجن وبتعرض الهاوسنج كونديشن, الفاينانشال سيفتي ثاني وثالث وعاشر, وبالذات بعد الدولار ما رجع يغلى ثاني.
to whom it may concern. Governmental policies must facilitate maintenance of. خلاص بقى موضوع ال 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 restriction أو اللوك داون ده فشل 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 زريع وتقريبا ما تنفذش غير على الناس اللي عايشين في المدن الأفندية اللي بيخافوا. إحنا كان عندنا ورا الشارع كوفي شوبز كتيرة جدا شغالة عادي جدا وكانوا بيقفلوا الباب وهم قاعدين جوه شغالين الله ينور وإحنا بس اللي خايفين. ف 80% من الناس ما نفذتش وما عملش أي إفكت غير الإيه؟ الباد سايكولوجيكال ديستربنس وبعض الفاينانشال بروبلمز. هنا لازم يكون في امبريلا اوف فاينانشال سبورت وده الاهم. كل الميديكال والكلام ده كله وال والميسي والكلام ده كله طبعا الدكاتره قايمين بيه باحسن واجب لكن الموضوع كله ينحصر في بالنسبه للاهالي واهاليهم والاطفال والمقاومه كلها تنحصر في الفاينانشال سبورت والميديكال انشورنس. لازم الميديكال انشورنس يتحسن بقى فرصه يبقى ناشوناليزد وامباورد. Good parenting needs appropriate networking. نبتدي بقى ننبه الأهالي إزاي يستخدموا النت صح. الفاكسينيشن and the vaccination and the boosting. الناس اللي بتقول لا الفاكسينز ما بتعملش لا طبعا مش صح. والناس يقول لك لا احنا ما بنلبس ماسكات. الناس اللي قالت كده جالها ماسكات. وفي ناس بره كانوا رياضيين وصحتهم تمام وكان يطلع يتفاخر ان هو مش معترف بالكلام ده ومات من الكورونا. فيعني مش اول بانديميك مش اول وباء. امال فين البليج وفين اللي اسمها ايه الاسبانيش فلو موتت بتاع 30 مليون واحد. بس سنة 1917 بقى ما كانش فيه ميديا ولا كان فيه إعلام بس موتت حوالي يعني أرقام رهيبة جدا يعني البليج ما تقضاش عليه إلا بالكارانتين. كلمة كارانتين حتى جاية من إن هم كانوا بيوقفوا السفن 40 يوم قبل ما تخش في فينيسيا بالذات أو إيطاليا 40 يوم على ما الفئران اللي فيها تموت. كانت عرفوا إن الفئران هي اللي بتنقل المرض فقالك خليكم بقى إيه مش هتخشوا المينا لما بعد ال 40 يوم تكون كل الحاجات الفئران اللي عندكم ماتت ونخش السفينة نتأكد إن حصل فسموها كارانتين يعني كارانتين من 4-4 يعني. الفاكسينيشن اند بوستنج ديت لازم نحافظ عليها. عندنا 4 بانديميك دلوقتي الكوفيد والاوبيستي والسوشيال ميديا والبيهيفيرال بروبلمز لازم نهتم بيهم. كومبليت اكستنسيف اند برولونجد لوك داون وير نيرلي كاتاستروفيك لايك ذا كوفيد 19 بانديميك اتسيلف. يعني اللوك داون العنيف ده كان اخطر من الكورونا نفسها او يمكن زيها. وفي ناس في حالات ماتت من الجوع وفي ناس حالات ماتت من الامراض الثانيه. ما هو الكورونا لما جت يعني حتى بعض الناس يقول لك ما تديش انتيبيوتيك مع الكورونا يا ريت بس هو هي الكورونا لما جت عقمت الجو مثلا ما عادش فيه بقى بكتيريا ولا ستافيلوكوكل. امال راحوا فين الستافيلوكوكل والستريبتوكوكل والناس دي كلها؟ لا لازم ندي معلش يعني لان فعلا الحالات كانت بتيجي وحتى احنا 90% مش عايز اقول يعني 50% من الحالات اللي كنا بنقول لهم انها كوفيد ما هي مش كوفيد. احنا بس من الفوبيا اللي اياميها ونخاف لحد يقول لهم كده يطلع كلامنا غلط. واعرف الدكاتره كان الولد حتى اللي بيروح مغص كان يقول له كوفيد يعني. فالاطفال الحاجه الثانيه في الديفلوبمنتال والايدوكيشنال لايفز بتاع الاطفال. الاطفال فقدوا سنتين من حياتهم. نعمل حسابنا عليهم نحاول نعوضهم. فبليز نو مور المدارس اللي اتقفلت ديت. احنا لو خدنا الاحتياطات البسيطه من الاول خالص. انا فاكر كنا عندنا كان مدير المستشفى او عميد الكليه كنا بنطلب منه ماسكات يقول لك لا ما يلبس الماسك اللي هو كونتاكت للحاله. يا عم ده الماسك بيحمي من الكومن كولد حتى بيحمي حتى من الرذاذ. يعني انا اقعد اكلم واحد كده وعمال سوري تهفتف في وشي ليه؟ طب ما البس ماسك وهو يلبس ماسك. يعني كان طلب الماسكات ده اكنه بنطلب يعني ايه طلب رهيب ملوش لازمه. كان الكلام كله كده ودكاتره محترمين يعني. كانوا اول مؤتمر اتعمل عندنا في كليه الطب عن الكوفيد 19 كان في مثلا 5000 واحد في قاعه بالحجم ده. كان لسه بقى ايه ولا حد فيهم لابس ماسك ولا حد فيهم مع ان هو حتى ما ايا كان هو معروف ان هو مرض بيتنقل عن طريق العدوى عن طريق النفس يعني. Many researches must be performed Egyptian institute. نبتدي بقى نعمل ابحاثنا. كل الابحاث والرسائل كل الكلام ده كله جاي من ابحاث اجنبيه. حد عمل عند في اي مكان في لا انا نفسي اسمع يعني حد عمل اي ابحاث في اي مكان عن البيهيفيرال والسايكولوجيكال وعن الامباكت حتى عن الابيديمي حتى عن السبريد اوف ديزيز مفيش. نبتدي بقى نشتغل شويه. في ناس اكيد يعني دي ريفرنس طبعا كلها ابحاث من المانيا مش عارف واسبانيا وكلام جميل جدا بس ما احنا ما لناش فيها احنا بس خدناها منهم يعني. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.